بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان داخل مصر وخارجها، لكم مني أجمل تحية من شاشة مصر الزراعية وحلقة جديدة من برنامجكم صوت الفلاح. النهاردة طبعا معنا إحدى أهم محافظات مصر، ألا وهي محافظة الغربية. تقع محافظة الغربية في قلب دلتا نهر النيل بين محافظات الوجه البحري، بين فرعي دمياط ورشيد. يحدها شمالا محافظة كفر الشيخ، وجنوبا محافظة المنوفية، وشرقا محافظتي القليوبية والدقهلية، وغربا محافظة البحيرة، مما جعلها ملتقى لكثير من الثقافات القومية والفرعية ومركزا لكثير من الصناعات. تعتبر الزراعة هي الحرفة الرئيسية لسكان المحافظة. تتميز محافظة الغربية بالمحاصيل التقليدية كالقطن والأرز والقمح والفواكه، بالإضافة إلى زراعة الياسمين والأعشاب العطرية، حيث يتم تصدير عجائنها وزيوتها إلى العديد من دول أوروبا. كما تشتهر المحافظة بزراعة البطاطس للتصدير والسوق المحلي. وتتميز زفتة بزراعة الكتان، حيث تنتج حوالي 80% من محصول الكتان في مصر. وتهتم المحافظة بالثروة الحيوانية والداجنة، وتضم الغربية أكبر قلاع صناعية في الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز بالمحلة الكبرى وطنطا وزفتة، وصناعة الزيوت والصابون بطنطا وكفر الذيات، وصناعة الأسمدة والمبيدات والكيماويات والورق بكفر الذيات، وصناعة العطور بقطور. النهاردة الحقيقة هنتكلم عن محافظة الغربية من الناحية الزراعية، وأيضا هنتكلم عن الري، وهنطمن أيضا على الثروة الحيوانية بها، وأيضا الإصلاح الزراعي. لذلك يسعدني أن يكون ضيفي في الفقرة الأولى من هذه الحلقة السيد المهندس عادل محمد العتال، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والسيد المهندس جمال الشيمي، وكيل وزارة الري بالغربية، بعد هذا الفصل. رحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل. وزي ما ذكرت في المقدمة، محافظة الغربية تعتبر من المحافظات المهمة الزراعية. طبعا هي بتزرع جميع المحاصيل، سواء كانت محاصيل حقل أو محاصيل خضر وفاكهة، بالإضافة للنباتات الطبية والعطرية. هنتعرف على هذه المحافظة، آخر المستجدات من الناحية الزراعية، وأيضا نتعرف على الرأي بها. لذلك يسعدني أن أرحب بضيفي الكريمين في هذه الفقرة، السيد المهندس عادل محمد العتال، وكيل وزارة الزراعة بالغربية. برحب بحضرتك باشمهندس عادل. أهلا وسهلا. وأيضا أرحب بالسيد المهندس جمال الشيمي، وكيل وزارة الري بالغربية. برحب بحضرتك باشمهندس جمال. أهلا دكتور. أنا الحقيقة لازم في البداية أقول إن أنا سعيد ان دايما لما يعني باشمهندس جمال بيشرفنا في جميع الحلقات، ده شرف لينا، وده الحقيقة مهم، لأن احنا قلنا إنه الري بدون زراعة في مشكلة، وطبعا الري من غير الزراعة مش هيشتغل. فاحنا بنكون سعداء لما يبقى اي مسؤول من وزارة الري بيشرفنا في هذا البرنامج، لان الهدف ان احنا نحل المشاكل، سواء كانت مشاكل خاصة بالزراعة او بالري. ابدأ بحضرتك باشمهندس عادل، خلينا بقى نتكلم على اخر المستجدات. والنهاردة كان في اجتماع او اول اجتماع للحملة القومية للقطن، وكان حضرتك كنت حاضر في هذا الاجتماع. تقييمك للاجتماع والمساحات التي سوف يتم زراعتها بالقطن هذا الموسم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وشعب مصر طيب، ويا رب السنة الجاية تكون أفضل من سابقها. حضرتك شرفنا النهاردة بالاجتماع الثاني للحملة القومية لمحصول القطن برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد والأستاذ الدكتور عادل، وكان اجتماع مثمر جدا جدا، وحضرتك شرفنا بسيادتك كنت موجود في الاجتماع، وجميع وكلاء السادة وكلاء وزارات الزراعة المهتمين بالقطن واللي هيتزرع عندهم مساحات بالقطن. واستعرض الدكتور مقدم او اللي تواصل معانا الدكتور مسعد باستعراض خريطة الأصناف اللي هي إن شاء الله سوف تزرع
وعلى رأسها صنف 94 وصنف هو صنف جديد وسلالة حديثة وذات محصول وفير، استعرض من أول الزراعة حتى جني المحصول. وإن شاء الله هيكون في اجتماعات على مستوى مديرية الزراعة في المديرية نفسها، وسوف يتم دعوة الإصلاح الزراعي. والشهر اللي بعده اللي هو شهر أبريل إن شاء الله على أساس أن دخلنا في الزراعة الفعلية هيكون برضو في دعوة للسيد المهندس رئيس الإدارة المركزية للري، وتأكد تماما هناك تنسيق تام ما بين الزراعة وما بين الري، وما فيش مشكلة بتيجي لي مكتبي إلا ما بتصل بالباشمهندس جمال وتحل فورا. وبرضو الباشمهندس جمال ما فيش مشكله ليه بتيجي على مكتبه الا ما يتصل بيا ويتم حلها. هو ده مطلوب الحقيقه، وده واضح طبعا يعني حرص المهندس جمال على حضور لقاءاتنا، ده دليل على التعاون الحقيقه المستمر والمثمر من اجل مصلحه الفلاح. تمام. المساحات المزمع زراعتها بالقطن في الغربيه، انا ان شاء الله هوصل اكثر من 10,000 فدان بالمقارنة من السنة اللي فاتت 5,000 فدان فقط. عندي صنفين اتنين، صنف 94 دي هتبقى المحلة بالكامل ما يقرب من 6,000 فدان، والباقي المحافظة الخمس مراكز التانيين اللي بيكسر فيهم زراعات القطن دول هيبقوا صنف جيزة 86. وإن شاء الله معاملات الصنف 94 لا تختلف كثيرا عن معاملات الصنف 86، وإن شاء الله هيتم عقد ندوات ولقاءات مع المزارعين في الحقول بتاعتهم، وهنخليهم يعرفوا إيه المستجدات للصنف 94 ان شاء الله. طيب هل فعلا الفلاحين بداوا يستعدوا لزراعه القطن؟ يعني بداوا يخلوا الارض، بداوا يجهزوها؟ بالنسبه لمحافظه الغربيه، محافظه الغربيه من المحافظات الرائده في زراعه البصل. وحوالي اكثر من 60-70% من زراعات القطن بتكون بصل، محمل على بصل. ولكن المساحات الثانيه اللي هي عقب خضار او عقب برسيم تحريش دي فعلا ابتدينا الارض تخلى، والحارة الأولانية تمت، وبعدين الناس بتضيف السماد السوبر فسفات والبوتاسيوم، وإن شاء الله مستعدين للقطن السنة دي بأمر الله. لأن مهم جدا الحقيقة إعداد الأرض، الإعداد الجيد من ناحية الحرث وأيضا التشميس، لأن ده مهم جدا في مكافحة الآفات الأولى. تمام. صح ولا لا؟ تمام. زي آفات البادرات اللي هي بتصيب محصول القطن، فإحنا نهتم بعمليات الخدمة علشان ما نستخدمش مبجد. ده مهم جدا. طيب باشمهندس جمال، تحت امرك. طبعا تنسيق واضح الحمد لله فضل. لكن القطن من المحاصيل الحساسه في العمليات الزراعيه بصفه عامه وبصفه خاصه الري، زي ما ذكر النهارده. تمام. يعني مدى التنسيق في موضوع الري بالذات بالنسبه لمحصول القطن ان شاء الله اثناء الموسم، يعني هل حضرتك بتحضر الاجتماعات المتعلقه الندوات؟ ان شاء الله ان شاء الله هنبتدي ندعيه، وسيادتك زي ما حضرتك سمعت ان احنا ان شاء الله هنبتدي ندعيه، ندعي جمال بيه في المديريه مع الاساتذه المختصين. ده مهم في البرنامج ان شاء الله في شهر ابريل ان شاء الله. اتفضل باشمهندس. طبعا انا سعيد جدا بوجودي في حضره سعادتك، يعني احنا اسعد شرف لينا، وبنشكر برضو عادل بيه، وبنشكر برضو يعني على التعاون المثمر فعلا ما في محافظه الغربيه. وفعلا اي مشكله بالتليفون الحمد لله في اسرع وقت، طبعا لازم تتحل عشان يعني الزرع يعني روح، يعني ما طبعا ما نقدرش ناخر عنها يعني في اي تاخير يعني او تسبب مشاكل. الحمد لله في يعتبر انتهينا من المحاصيل الشتويه، البرسيم والقمح الحمد لله يعني خلاص في نهايته، فنعتبر فتره اقل الاحتياجات. بننتهز احنا الفتره بتاعت السده الشتويه دي برضه طبعا لتحسين المجاري المائيه بتاعتنا وعمل الصيانه والتطهيرات الحمد لله يعني ماشيه في معدلها الطبيعي وسبق المعدلات الطبيعيه بتاعتها الحمد لله. يعني بنجرب طلعت قناه طنطا الملاحيه تجريفه، يعني الحمد لله يعني اعمال يعني يعني كنت بمر عليها امبارح، شغل الحمد لله يعني يعني فوق النموذجي. يعني ثلاث كراكات، كراك عايمه وكراكتين للجناب، طالعين قيمه الجزر اللي هي الطينيه اللي كانت موجوده في القناه كلها بنحاول نطلعها الحمد لله، طبعا عشان تحسن كفاءه المجرى المائي. ده بيتعمل دلوقتي ولا كان المفروض يتعمل اثناء السد الشتوي؟ ما هو يعني احنا لسه برضو يعني بنعتبر ولا يعني ما لحقتوش تكمله؟ بنبدا يعني الموسم بتاع بدايه زراعه القطن، يعني شهر 4 دي تبدا معانا اقصى الاحتياجات بتاعتنا موسم زراعه القطن، ثم بنخش على موسم زراعه الرز في شهر 5. فطبعا يعني من اول السده الشتويه بنبدا نشتغل في اعمال الصيانه بتاعه المجاري المائيه بتاعتنا كلها،
وبنكمل بقى لغايه شهر 4، وعلى طول يعني في تناوب على طول يعني بصفه دوريه للمجال المائيه، بتاخد تجريف برضو الحشاشه الصيفيه برضو اللي بتظهر الحشاشه الغصب بتظهر في المجال المائيه برضو بندخل لها كراكات. المناطق السكنيه طبعا دي يعني لازم مولعه على طول يعني شهريا لازم تشال في داخل الكتل السكنيه، القمامه والحيوانات النفقه كلها طبعا لازم تشال تطهير المجرى المائي يعني. فطبعا احنا يعني فعلا محصول قوتنا من المحاصيل يعني الاقتصاديه، وعاوزينه يرجع بقى زي ما كان استراتيجيه يعني فعلا يتبوأ عرشه. واحنا كنا فعلا يعني بنعمل له يعني مناوبات واحتياجات مائيه، تمام. برنامج التوافق المائي كان بيجي لنا من وزاره من وكاله وزاره الزراعه، الاحتياجات المائيه كل اسبوع بندبرها وبنشوف يعني الاحتياجات المائيه المطلوبه ايه، ونبدا نفتح التصرفات بتاعتنا ونزودها طبقا للبرنامج. يعني حضرتك بتكون عارف المساحات في جميع المراكز التي سوف يتم زراعتها، ومعدلات ومعدلات الحصر اول باول، الحصر اسبوعي بمعدلات النسب نسب الزراعه ومواعيد الزراعه طبعا، نسب الزراعه بتتخدم بقد ايه عشان برضه ادب ادبر الميه المطلوبه للنسب. ده كلام رائع، هو ده الشغل المطلوب. تمام، بحيث ما يحصلش مشكله اثناء ما يحصلش ضروب في الاحتياجات. تمام. طيب باشمهندس عادل، طمني على محصول القمح. طبعا احنا دلوقتي يعني داخلين في نهايه هذا المحصول، بس عاوزين نطمن. زي ما حضرتك سيادتك بتقول ان محصول القمح في النهايه دخل دلوقتي طور النضج اللبني، وان شاء الله المحصول جيد ويبشر بالخير ان شاء الله. وعندي 135,930 فدان، بنحاول من النهارده عن طريق برئاسه الوزير المحافظ احمد بيه صقر بنعمل اجتماعات على كافه المستويات للاستعداد لموسم تسويق القمح. طيب بس اسمع حضرتك نتوقف عن النقطه دي، ناخد اولى المداخلات معنا. يوسف من الغربيه، الو. الو، ايوه يا باشا، السلام عليكم. عليكم السلام، بس حاج يوسف من فضلك وطي التلفزيون واسمعني من التليفون. ازيك يا استاذ حامد؟ اتفضل. ازيك يا استاذ حامد؟ الحمد لله. انا بحييك اولا وبحيي الساده المهندسين، اولا السيد المهندس عادل عتال وكيل وزاره الزراعه بالغربيه، والسيد المهندس جمال الشيمي وكيل وزاره الري. انا اتكلم مش هطول يعني. اتفضل. اتكلم الان طبعا بناشة السيد المهندس عادل عتال. طبعا احنا دلوقتي بقينا على وشك الانتهاء من صرف الاسمده العروه الشتويه. تمام. فطبعا دلوقتي احنا داخلين على العروه الصيفيه. النهارده الجمعيات كلها اصبحت ما فيهاش اسمده. ارجو من سيادتك يا باشمهندس عادل سرعه تنفيذ البرنامج الصيفي حالا، لان جميع الجمعيات خاليه من الاسمده. تعالوا واحد لا يا حاج يوسف، جميع الجمعيات على مستوى الغربيه. جميع الجمعيات، انت من مركز ايه؟ 50 او 70% من الجمعيات ما فيهاش بقى. طب ما انت كنت بتقول جميع الجمعيات حالا من العيال الشتويه. تمام. الحمد لله يعني عدت بنجاح، ما فيش اي عجز بالنسبه للعلوه الشتويه، وان شاء الله كله يعدي. انا بلاشه لان هو راجل دائما موجود معنا في السراء والجراء، وراجل شغل مميز، وبنشكره كل فلاحين الغربيه بنشكره على هذا العمل الجاد. تمام. طيب في عندك عندك مشكله في الراي يا حاج يوسف؟ عاوزين دوله اصلاح نظيفه. تمام. طيب انا بقى المهندس جمال الشيمي، اتفضل. يا ريت عند فتح المنوبات جميع الترع يزود المنسوب شويه. اذا كان المنسوب بيبقى على 50 يخليه 70، حتى تتمكن الترع الفرعيه من الميه تروح لها للنهايه. لان كل ترع راسيه عليه ما يقلش عن 5 ترع فرعيه. تمام. والترع ديت بيكون فمها عالي شويه. فطبعا المنسوب بتاع الترع ما بيوصلش الميه للترع الفرعيه، لان الترع بتيجي المسوب بتاعها واطي شويه. وفي الاخر بحييهم وبقول لهم ربنا يكثر من امثالكم لخدمه فلاحين الغربيه وخاصه فلاحين مصر، وبقول لكم هل من مزيد
بنشكرك. تحياتي لكم اخوكم وابنكم يوسف الخولي من لاعبين شمال نوز. واحنا بنشكرك يا حاج يوسف، بنشكرك. طيب معانا احمد. ايوه مع حضرتك، سامعك يا باشا. اتفضل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. وطي التلفزيون يا اخ احمد بعد اذنك. ازيك يا استاذ حامد؟ الحمد لله، وطي التلفزيون من فضلك. ايوه استاذ حامد السلام عليكم. اتفضل. عليكم السلام. ازيك يا حامد بيه؟ الحمد لله. حضرتك دلوقتي احنا عندنا المشكله الحمى الكلعيه في القريه والقرى المجاوره، وما فيش اي حد خالص من الوحده البيطريه عندنا توجيهات ولا حد بيسال، والمفروض المواشي اللي بتموت دي تدفن. طيب بص بص يا اخ احمد، انا هيكون معايا ان شاء الله في الفقره الثانيه مسؤول من الطب البيطري في الغربيه ان شاء الله، ونشوف الموقف. لكن خليني اقول لك، طبعا لو حضرتك متابع، دكتوره منى محرز نائب الوزير للانتاج الحيواني والداجني والسمكي كانت عامله مؤتمر صحفي من يومين، واعلنت ان في حمله قوميه لتطعيم الحمى او لتحصين المواشي في مصر كلها ضد الحمى القلعيه، وهيكون التحصين في وقت واحد في جميع المحافظات. واعلنت ايضا ان اي مزارع، طبعا انت خرجت دلوقتي معايا بس اسمعني، اعلنت انه اي مزارع يكون عنده حيوان نافق يبلغ الوحده البيطريه علشان ياخد تعويض، والوحده البيطريه تتولى بنفسها عمليه الدفن، علشان برضو وجود الحيوانات في الطرق في الترع ده بيسبب الحيوانات المصابه التي نفقت وجودها وعدم دفنها الدفن الصحي الامن، ده بيؤدي لاستمرار انتشار المرض. فده ان شاء الله هتلاقي قريبا جدا بدات الحملات، وطبعا هيكون معايا مسؤول الطب البيطري في الغربيه ويكلمنا بالتفصيل عن هذا الموضوع. لكن انا بأهيب بكل المزارعين، اي مزارع عنده حيوان ونفق بسبب الحمى القلعيه يبلغ فورا الوحده البيطريه. هيجي طبيب الوحده ياخد عينه، وبعدين هو بنفسه هيقوم بعمليه الدفن، علشان بس نحاول ان احنا نحاصر هذا المرض. بشكرك يا احمد. طب انا عاوز حضرتك يعني ترد على الحاج يوسف الخولي. بالنسبه للحاج يوسف، بعد اذن حضرتك قبل ما ارد على الحاج يوسف، عايز بس انوع على الحمى القلعيه وموقفها داخل محافظه الغربيه. الوضع لحد النهارده الحمد لله رب العالمين، زي التنسيق كامل بيني وبين الدكتور حاتم وكيل وزاره الطب البيطري في الغربيه، طمني ان الوضع امن. ده مش كده وبس، يكون في اتصال بينه وبين جميع الوحدات البيطريه وخاصة في المراكز، في التطعيمات موجودة وشغالة، حقا ضد الحمى القلعية أكثر من 110 يا فندم. بصرف النظر عن الأعداد باشمهندس عادل، هتاخد بيانات أحمد وتشوف برضه، يعني معلش يعني يا ريت مديرية الطب البيطري تشوف المشكلة، يعني يا ريت الأستاذ أحمد لو سمح هتاخد بيانات، هتاخد بياناته بعد الحلقة. وفي خط ساخن في مديرية الطب البيطري يا ريت نكتبه على التتر بعد إذن معاليك. اتفضل. 040-33-32-5-7-4، وده شغال لمدة 24 ساعة في اليوم. أي مواطن أو أي مربي عنده أي حاجة شبه إن هو مشتبه فيها حمى قلعية، تأكد تماما في طبيب بيطري هيروح له فورا. طيب يعني الزملاء ينزلوا رقم التليفون ده على الشاشة، طبعا المفتاح 040، لكن من داخل الغربية مش محتاج المفتاح، هيبقى 3-3-25-74 3-3-25-74. عندك اي مشكله، شفت حيوان ظهرت عليه اعراض غير طبيعيه، بلغ على طول بالتليفون، او عندك اي حيوان نفق بلغ ايضا بهذا الخط. طيب بالنسبه نرجع تاني للحاج يوسف. بالنسبه لسعادتك الحاج يوسف، انا في المحصول في الموسم الشتوي احتمال يكون انتهى اخر يوم النهارده في الصرف، اديت تعليماتي من اول الموسم مفيش حاجه اسمها جمعيه فيها او جمعيه ما فيهاش، حتى ولو جمعيه ما فيهاش يتم الصرف ليه من اقرب جمعيه، وما حسسناش اي مزارع او اي واحد عايز يصرف اسمته ان في عجز عندنا، بالرغم من ان الوارد ليا ضعيف جدا جدا، زي ما سعادتك عارف
كانت المشكله في الشركات مش عايزه تورد، المصاريف مرتفعه عليها، والحمد لله لما السعر اترفع ابتدت الشركات تورد. انا عندي دلوقتي هو رصيد النهارده 44,733 طن هدخل بيهم الموسم الصيفي، واناشد الشركات ان شاء الله. المهم ما يبقاش في جمعيه فيها عجز بنسبه 100%. حتى حضرتك لو فيها ما بحسسش المواطن جمعية. ما بحسسوش، ده بيدفع فلوسه في الجمعيه اللي هي بتاعته، ونديله ورقه ويطلع يستلمها من اقرب جمعيه. تمام، ده برضو التصرف الحياة كويس الحمد لله. وما فيش حاجه اسمها مشكله ما فيش جمعيه ما فيهاش، ودي تعليمات نازله لجميع المديرين الادارات الزراعيه والتعاونيه، ووصلت لجميع مديري الجمعيات الزراعيه. طيب باشمهندس جمال، هل هناك مشاريع جديده متعلقه بالري في الغربيه؟ طبعا عندنا الخطه الاستثماريه يعني بتبقى طبعا عمل التطهيرات دي سنويه، ما يعني دي دوريه، دي دوريه بيخلص حتى بنعمل اوفرلاب، يعني قبل ما العقد بتاع التطهيرات بيخلص بيكون العقد الجديد بدا على طول. تمام. علشان طبعا الحشائش والحيوانات النفقه واي معوقات في الترعه نظافه دوريه على طول. يعني المجرى المائي بياخد له حشه اولى، بعد 3-4 شهور بياخد حشه ثانيه، بياخد حشه ثالثه، المفروض اقل كل المجاري المائيه العموميه لازم القرار يتعدى عليها مرتين او ثلاث مرات في السنه. تمام. ولو في تجريف في بقى ازاله العوائق برضه، دي بالنسبه لعقود التطهيرات. بالنسبة للأعمال الاستثمارية عندنا إدارة ري الغربية فيها استثمارات بحوالي 1,340,000 جنيه، عبارة عن أعمال كباري، أعمال صيانة كباري برضو، في عدد صيانة كباري برضو لسه تحت الطرح دلوقتي، اتفتح مالي بس يمكن يعاد طرحه تاني لأن أسعار تالت أعلى شوية من المقايسة. في أعمال برضو عملية محطة رفع في نهاية ترعة النعنعية، حاليا بدأنا فيها التنفيذ فيها بحوالي 3,400,000. في اعمال برضو بدلات اللي هي برضو اللي بتبقى بتنقل الميه من مجرى لمجرى عبر المصارف، ان كان في بدلات برضو عشان بنحافظ برضو على الميه ما يحصلش لها اهدار وتنزل في المصرف، بنقل الميه من مكان لمكان عبر المصرف اللي هو القاطع اللي بيكون بيقطع الترعه نفسها. دي بالنسبه لادارات الري. ادارات طبعا المشروعات، عندنا مشروعات تطوير برضو الشغل بحوالي يمكن اكتر من حوالي 5,000,000 جنيه، مشروعات تطوير وسط الدلتا، عباره عن برضو اعمال التطوير اللي هي التمويل من البنك الدولي. في مشروعات مشروعات التوسع بتعمل كباري على خوازيق، في كوبري بتاع الساس انتهينا الحمد لله منه، وتقريبا بيتصب طبقه الرصف على السقف. تمام. على ترعه الساحل في كوبري مشاه هتعمله برضو اداره مشروعات وسط الدلتا. على بحر جبين في السنطة. تمام. برضه تقريبا هيخش له في حوالي 2 أو 3,000,000 جنيه. فيه كوبري مشاه، كوبري سيارات برضه على ترعة على على بحر جبين، برضه كان تنفذ وانتهت منه إدارة التوسع. إدارات الصرف طبعا عندها مشروعات بمناسبة الصرف، مدى استفادة المحافظة أو من مياه الصرف الزراعي؟ الصرف الزراعي بنعمل محطات لإعادة الاستخدام. طبعا دي موجودة فعلا ولا موجودة ولا لسه في الخطة؟ لا شغالين فيها. شغالين دي يعني في استفادة كاملة. بدل زي ما سعادتك عارف يا دكتور حامد، طبعا الاحتياجات 80 مليار، احنا حصتنا 55 مليار. طبعا لازم نستفيد بكل نقطة مية. بنستعيد عن طريق المياه الجوفية وعن طريق إعادة استخدام مياه الصرف. طيب مياه الصرف الزراعي. بس بعد إذنك ناخد إبراهيم. ألو. 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 ابراهيم اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. معلش انا بنستغل فرصه معالي السيد وكيل الوزراء مع حضرتك. اتفضل. عندنا مشكله في الجمعيه الزراعيه بناحيه منشيه الكردي كفر الزيات. هي قله وجود مخازن في الجمعيه، ولذلك ما احناش عارفين ناخد اسمده. في منشيه جمعيه منشيه الكردي. منشيه الكردي مركز كفر الزيات. ما فيش فيها اسمده؟ لا، فيه اسمده بسيطه جدا موجوده ومحطوطه في مكاتب اللافنديه.
يعني ايه محطوطه في مكاتب الافنديه؟ مفيش مخازن، مفيش مخازن للجمعيه ولنا فلوس. مفيش مخازن، مفيش مخزن. ايوه لمينا من ثلاث سنين 45,000 جنيه وراحوا التعاون عشان نعمل. طب يا ابراهيم عاوز اقول لك حاجه. اتفضل حضرتك يا بعد اذنك. ما هي دي مش مسؤوليه الزراعه، دي مسؤوليه مجلس الاداره يا جماعه. ما التعاون صح ولا لا؟ التعاون انا بقول لحضرتك يا بيه. اه طيب ما هو انتوا بقى معلش اتكلموا مع مجلس الاداره يشوف مكان ويأجر مكان عشان يحل مشاكل المزارعين. انا عضو مجلس الاداره الجديد. يعني انت عضو مجلس اداره؟ اه لسه ما استلمناش. طيب ما انت مسؤول اهو يا ابراهيم. حلو يا بيه. ما هو احنا الفلوس في التعاون مش عارفين نجيبها من التعاون. 45,000 جنيه من ثلاث سنين عشان نجيبهم نبنوا مخازن. انا دخلت عضو مجلس اداره بسبب ان في عربيه كيماوي جت ورجعت عشان ما فيش امين المخزن. اه دي مشكله، دي مشكله مكان. يعني احنا مش عاوزين يبقى العجز في الاسمده بسبب ان مفيش مكان. مفيش مكان ده يعني ما ينفعش خالص. انا عندي المكان اللي هيتعمل فيه المخزن. الجمعيه مشترياتها بيه شاريين 200 متر للجمعيه منهم 89 متر مباني اللي هم مكاتب الافنديه والباقي على اساس. طب قول لي يا ابراهيم ايه المطلوب؟ ايه اللي احنا نقدر نعمله؟ المطلوب حضرتك يا بيه احنا عايزين نبني مخازن للجمعيه. طب ما تبنوا، ما انتوا مجلس الاداره. حاليا دلوقتي التعاون بتقول هتعملوا لنا تصريح عشان تطلع لكم الفلوس. طب عشان اعمل تصريح مبنى الجمعيه نفسه ده داخل الكتل داخل الكردون والحته اللي هنعملوها مخازن في ظهر المبنى تعتبر مخالفه. معمول بها يعني محضر مباني. ارض زراعيه يعني. ما دي حواليها بيه، دي حواليها عمارات. دي حواليها عمارات يعني مش هقول لحضرتك. ويا ريت معالي السيد وكيل الوزاره يبعت لنا لجنه من المديريه تشوف الوضع الطبيعي وتشوف المخازن وتشوف الوضع بالنسبه للارض الزراعيه. دي ارض زراعيه ولا؟ طيب حاضر 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 نشوف الموضوع. في مشكله ثانيه يا ابراهيم؟ ولنا 45,000 جنيه في التعاون مش عارفين ناخدوهم. طيب عشان ابنوا المخازن. حاضر. شكرا يا ابراهيم، شكرا. نسيب بياناتك في الكنترول. يعني هو الراجل احنا مش عاوزين بقى يبقى العجز في الاسمده كلام حضرتك سيدي بسبب ان مفيش مكان. يعني احنا بقى السبب، احنا كزراعه السبب، او مش زراعه بقى، الجمعيات التعاونيه يعني مجلس الاداره ليه دور في هذا الكلام. يعني انا بعد اذن حضرتك بشكر الحاج ابراهيم ويا ريت يتواصل وياي ويجي لي بكره واحل له المشكله ديت ان شاء الله. بالاضافه ان هو يعني من الجمعيات اللي هي الرائدة، ان هو اشترى حتة ارض دي كويسة جدا جدا وبنى مبنى. يعني حضرتك عارف عارف القصة. عارف المشكلة. ولكن معرفش ال 45,000 جنيه دولي. وهو لما يجي هتواصل وحل له المشكلة. مع مدير ادارة التعاون. هحل له المشكلة ان شاء الله مع مدير عام التعاون ونخرج الفلوس ديت. ويا ريت برضو يفتح التبرعات بحيث المبنى هياخد مبلغ ويتم البنى ان شاء الله. طيب. يعني كده نقدر نقول مشكله ابراهيم ان شاء الله محلوله ان شاء الله. طيب ابراهيم حضرتك بكره ان شاء الله يعني توصل المهندس عادل العتال عشان يحل لك المشكله وانت موجود معاه. طيب باشمهندس جمال مشروعات اكمل برضه بس ساعتك المشروعات برضه. يعني عندنا في اداره الغربيه برضه بنعمل مشروع اللي هو تاهيل بحر الملاح تكلفته تقريبا 2,228,000. عملنا دلوقتي بيقول ساعتك المفيض استخدام مياه الصرف برضه مفي محطه رفع في نهايه ترعه النعناع السلمونيه من مصرف اونه بكلفه برضه 3 مليون. دي بدا التنفيذ فيها من حوالي شهر او شهر ونص. في اعمال برضه في اداره ري زفته كوبري بتاع 100 بدر حلاوه، ده برضو كان كوبري يعني برضو كان مطلب جماهير، كان حصل فيه انهيار وبيربط طريق مرصوف بتاع تمام في القرشيه العجزيه، ده الحمد لله يعني احتمال يسلم في خلال ايام يعني. ده برضو متكلف حوالي 800,000 جنيه. في برضو اعمال تغطيات على ترعه 100 بدر. في كوبري على سحيم النيلي برضه تكلفته عند عزبه جزر انتهينا منه الحمد لله. في برضه احلال وتجديد كباري في سمنود، في احلال وتجديد كباري برضه بدائره بحر زفته. هل كل هذه الاعمال كلها بتكفل تقريبا 4 مليون طيب يعني ميزانيتها؟ كل هذه الانجازات باشمهندس جمال بيشعر بيها طبعا المواطن طبعا. يعني ممكن هل نعمل ندوات ونقول للمواطن في الغربيه احنا عملنا لك 1 2 3؟ لان مهم جدا ان احنا نبرز الانجازات بتاعتنا. طبعا الحمد لله يعني وسياده الوزير المحافظ برضه جه حضر معانا في افتتاح كوبري على معالي جبين من حوالي شهر، وهو مع السيد رئيس مصلحه الري المهندس عماد ميخائيل حضرهم وكان افتتاح يعني مبهر الحمد لله يعني.
وكان في وجود برضه يعني القيادات الشعبيه واعضاء مجلس النواب كانوا موجودين. تمام. في طيب معانا تامر كبير. الو الخير. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ حامد؟ اهلا وسهلا. منور انت والضيوف اللي مع حضرتك. ربنا يحفظك. اتفضل. الله يخليك يا فندم. حضرتك دلوقتي انا من قريه، انا طبعا ما عنديش ارض ولا فلاح، بس في مشكله دلوقتي بتواجهنا في القريه والقرى المجاوره. بالنسبه للمواضيع حضرتك في المواشي اللي هي النفقه اللي هي اللي جالها الحمى القلعيه ويعني حاجات باعداد مهوله مش حاجات. لا يعني يا تامر بعد اذنك قول لي المكان بالظبط في قريه ايه، مركز ايه وقريه ايه؟ قريه تفاهنا العزب، مركز زبته، محافظه الغربيه. تفاهنا العزب، مركز زفته، محافظه الغربيه. تمام يا فندم. وغير بقى الكره كلها اللي جنبنا، المجاوره كلها مش قريتي انا بس. طبعا قلنا في ظل الظروف، في ظل فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجهاته وتوجهات للساده الوزراء، قلنا هيبقى في مسؤولين هتسال عن الكلام ده. طبعا المفروض المواشي ديت لما تنفق يبقى في حد من الوحده البيطريه. ما احنا قلنا يا او ان الحاجات دي تدفن عشان يا تامر، ما انا قلت يمكن انت لو متابع البرنامج من الاول، ما انا قلت الكلام ده. اي مزارع عنده حيوان نفق يبلغ الوحده البيطريه. يا فندم بيرموا يا فندم في الـ في الـ في, الـ في الـ على المسارف. خد بالك خد بالك يا تامر، الفلاح اللي هيبلغ هياخد تعويض. تمام يا فندم. الفلاح اللي هيبلغ هياخد تعويض، اللي مش هيبلغ مش هياخد حاجه. تمام يا فندم. لكن هو من مصلحه الفلاح دلوقتي انه يبلغ ان انا حصل عندي نفوق في حيوان في اتنين ويبلغ وما يتصرفش هو من نفسه. تمام. الوحده البيطريه الطبيب هيجي هياخد عينه من الحيوان وهو هيقوم، الوحده هتقوم بعمليه الدفن الصحي. تمام. والفلاح هياخد تعويض، يعني ايه المطلوب اكتر من كده؟ احنا ما فيش بقى، ما الوحده البيطريه عندنا نايمه خالص يا فندم. ما فيش حاجه اسمها الوحده البيطريه نايمه، انا بقول لك على الهوا اهو. خلاص الناس تنفذ، الناس تنفذ، واحنا اعلنا ده. الدكتوره منى محرز اعلنت ده في مؤتمر صحفي. تمام يا فندم. فيعني بشكرك يا تامر. يعني احنا يا جماعه مش عاوزين الكلام العام اللي يعمل إثارة، أما أقول مواشي كتير وعدد كبير وأعداد مهولة، يعني تامر بيقول باللفظ كده أعداد مهولة من المواشي، ده كلام ما ينفعش. لكن عاوزين نحدد في كذا في كذا وفي المكان الفلاني، وإحنا نتحرك. ودينا هو بأكد مرة تانية، الفلاح اللي عنده نفوق يبلغ الوحدة البيطرية، هتيجي الوحدة البيطرية وتتولى الموضوع وهيصرف تعويض. لكن على فكرة ما هو الموضوع دوت برضو اللي تم اعلانه انه التبليغ والتعويض علشان نحكم عمليه الشائعات المنتشره الحقيقه في جميع المحافظات. لان احنا بنسمع والاعلام بيتكلم ويقول لك حيوانات نافقه وفي اعداد كثيره وفي كل المحافظات. لا احنا بنقول اهو علشان برضو نقدر نسيطر على هذا المرض. اتفضل باشمهندس جمال. برضو من ضمن المشروعات الكبرى دكتور حامد كان برضو صحاره اسفل 3 متر يزيد، المنصب بتاع صحات مصر والسبتاي دي مكلفه 9,700,000. دي برضو حضر افتتاحها برضو السيد الوزير وزير المحافظ السيد اللي هو احمد ضيف، وكان برضو معاه سياده الوزير الري الدكتور محمد عبد الله. دكتور محمد. دي برضو المشروعات الكبيره اللي كانت عندنا برضو تبع تحت اشراف مشروعات الصرف دلتا. ده برضو غير بقى اداره الصرف برضو بتقوم باعمال احلال وتجديد شبكات الصرف المغطاه. تمام. اللي بيعدي عليها يعني الفترة. واضح ان الري الحمد لله ما فيش مشاكل في الغربيه. عندي حوالي 9 او 10 ادارات، كل اداره عندها شغل بما يعادل حوالي 4 مليون او 3 مليون وشويه. تقريبا. وبالنسبه يعني لنهايات الترع هل في مراكز معينه حضرتك عارف ان هي ممكن تعمل لك مشكله دايما مثلا في الصيف؟ يعني غالبا مركز بسيون ومركز معروف نهايات مركز بسيون ومركز قطور عشان طبعا زراعه الرز. أيوة. وطبعا برضو هو اساسا من المراكز اللي هي متاخمه لمحافظ كفر الشيخ وتعتبر نهايات شبكه الري بتاعت الغربيه. وعشان كده بنعمل محطات اللي هي محطه اعاده الاستخدام بتاعت الرفع بنرفع بالمصارف اللي هي المياه الصالحه لاعاده الاستخدام. بعد ما تتعمل المعايره بتاعت المياه ونتاكد من صلاحيتها بنعمل محطات رفع من المصارف على الايه على نهايات الترع. غير الابار الارتوازيه برضو اللي احنا برضو بنعملها في منتصف الحبس الترعه. ابار ارتوازيه بنزود برضو بيها المياه اللي بتعملها وزاره الري. بتعملها برضو وزاره الري اداره المياه الجوفيه. طب لو مواطن عاوز يعمل بير او يسحب من المياه الجوفيه مش المفروض ياخد تصريح؟ طبعا ده بيتم. طبعا. طب ولو مواطن ما عملش كده بيخطر
عن طريق برضو اداره المياه الجوفيه اللي بيسيب له مهله ان هو بيتقدم باوراق الترخيص عشان نقنن الاوضاع عشان ما حدش يدق بير في مسافه قانونيه ما بين البير والبير عشان ما ياثرش على الخزان الجوفي. وبرضو السحب لازم يكون سحب امن ما نجرش على السحب عشان طبعا ده بيقلل طبعا لانه برضو المياه الجوفيه ده رصيد رصيد صح طبعا. ولا لا تمام هل متجدد ولا غير متجدد؟ لا متجدد طبعا متجدد ده من فضل الحمد ربنا لله فضل ونعم يعني. لانه لو مش متجدد كان زمانه من زمان يعني ما فيش ميه يعني. الحمد لله في عندنا طبعا معاهد مركز البحوث مركز البحوث المياه الجوفيه في القناطر الخيريه برضه بيشتغل يعني تحت اشراف اداره المياه الجوفيه. اي معلومات بتعوز اداره المياه الجوفيه بتستعين بها من مركز بحوث المياه الجوفيه تمام. اللي موجود في القناطر تمام. طيب ماذا عن المحاصيل الاخرى باخلاف القمح؟ اتكلمنا قلنا في نباتات طبيه وعطريه وقلنا في وانتم بتصدروا تمام تمام فضل. احنا عندنا المشهورين محافظه الغربيه وخاصه مركز الصنطة ومركز زفتة بنبات الياسمين وفي حوالي مصنعين في المركزين دولي وبينتجوا كمية كبيرة جدا وللتصدير وفيها كم هائل من العمالة والصناعة ماشية كويس والنباتات برضو مربحة جدا وزراعة مربحة بالنسبة للنباتات الطب العطرية. باقي المحاصيل حضرتك أنا عندي بصل ما يقرب من 50,000 فدان بصل السنة دي ليه؟ عشان كان برضو السعر بتاع السنة اللي فاتت رافع فالناس كلها كله زرع بصل وبرضو البطاطس عندي أكتر من 20,000 فدان بصل يعني والمحصول إن شاء الله برضو العروات المختلفة 20,000 فدان بصل ولا بطاطس؟ بطاطس دخلت في بطاطس في عروات ابتدت تتقلع وفي عروات دلوقتي بقى لها 45 ل 60 يوم اللي هي العروه المتاخره ديت والمحاصيل كلها الحمد لله رب العالمين ان كانت المنتجه او اللي لسه في مرحله النمو الخضري ما فيش مشاكل عندي وبيتم المكافحه الدوريه لامراض الفطريه وخاصه في البطاطس وما فيش حد جاي اشتكى لي ان عنده مرض مستعصي او اي حاجه. تمام. طيب معانا المهندس احمد من الغربيه. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور حامد؟ اهلا وسهلا باشمهندس. مرحب بحضرتك ومرحب بالقناه والضيوف الكرام. اهلا وسهلا. الله وانا متابع حضرتك جدا ومن معجب بحضرتك والله. الله يحفظك. اتفضل. انا حضرتك المهندس احمد الشاهد محمد انديل بالاداره الزراعيه بالمحله الكبرى. تمام. منتدى بقطاع استصلاح الاراضي بالبحيره مراقبه الانطلاق. منتدى وليا زميل المهندس محمد الصياد من اداره الزراعيه بكفر الزيات. احنا عملنا ثلاث طلبات نقل قبل كده لقطاع استصلاح الاراضي ثلاث مرات وناخد موافقه بس بدون الدرجه. ومقيمين هنا اولادنا، انا ليا خمس اولاد هنا في المدارس بالبحيره في مركز وادي المطروح. فكل مره عملت اللي هي 25 دال اتوقفت. وعملنا طلبات بالنقل يقول لك ينقل بدون الدرجه. واجي هنا بتاع استصلاح الاراضي يقول لك لابد بالدرجه واحنا موجودين باولادنا، وانا كنت في جمعيه بكفر حجازي فيها 160 موظف. احنا جينا هنا احنا في جمعيه فيها خمس موظفين، ورغم ذلك بفضل الله بمعرفه المهندس محمد زكي عامر يعتبر احنا منتدبين بناخد اعلى درجات في التقرير الشهوي انا وزميلي المهندس محمد الصياد. تمام. وعايزين نستقر احنا وصلنا يا دكتور حامد. انا بأناشد وكيل السيد وكيل الوزاره انه يساعدنا في الموضوع ده. احنا مش عارفين يعني احنا جايين، انا كنت شغال في السعوديه، خبرتي في الصحراء، خبرتي في الصوت، في النخيل، في الفاكهه. انا في الدلتا ما اقدرش، انا هنا مقيم باولادي ورزقي وحياتي كلها مقيمه بالموضوع ده، انا مهدد، انا دلوقتي السنه الرابعه هتخلص كانديدات. مهدد ان انا ارجع تاني الغربيه ماليش عيش في الغربيه، انا هنا اولادي وبيتي وحياتي والمواشي بتاعي وحاجتي. ارجع الغربيه اعمل ايه؟ يرجع يقول لك لازم بالدرجه ودون الدرجه، دي مو احنا جايين نحيا الصحراء. المهندس محمد زكي عامر نفسه مدير المباشر المراقب العام يزكينا انا والمهندس محمد الصياد بناخد اعلى درجات رغم اللي احنا منتدى بيه. يعني احنا المهندس محمد زكي عامر يزكينا بان احنا افضل مهندسين عنده. فانا بقى ناشد وكيل الوزاره، بقى ناشد المحافظ، وناشد وزير الزراعه، السيد الرئيس ان هم يساعدونا عشان نستقر بوصلنا. الموضوع يا باشمهندس احمد الموضوع بسيط يعني اعتقد مش صعب للدرجات يعني. والله العمليه عمليه درجه
وبعدين سواء في مديرية الزراعة ولا في استصلاح الأراضي، ما احنا كلنا وزارة زراعة. والله يا دكتور حامد شوف انت قلت ايه، احنا وزارة واحدة يا دكتور حامد. والله طيب. لو بنتعين من اول وجديد كان اسهل. طيب حاضر، بص يا باشمهندس احمد، يعني تواصل مع المهندس عادل، والمهندس عادل هيتواصل معايا وان شاء الله نحاول نحل لك المشكله دي. بالله عليك عشان اسرنا مستقره، انا عندي اولاد متفوقين بفضل الله. يا باشمهندس احمد مشكلتك سهله ان شاء الله، ونعرضها على الدكتور محمد عبد التواب نائب الوزير لاصلاح الاراضي والاستصلاح، وان شاء الله تتحل باذن الله. بشكرك يا احمد. يعني مطلب الحقيقه شرعي، وحضرتك مطلب شرعي كل حاجة، ولكن زي ولكن يعوقوا بقى الروتين والقوانين والتعقيدات اللي احنا عايشين فيها. الدرجات الوظيفية دي ملك المحليات مش ملك وزارة الزراعة، ومعالي المحافظ ما بيوافقش على درجة مالية تخرج من محافظته، ولكن الانتداب أنا عناية ليه طالما مهندس زراعي. هو بيقول لك عشان القانون الجديد بتاع الخدمه الماليه السنه الرابعه بيفصل حضرتك اسبوع واحد ويعمل طلب من جديد وانا وافق له. ما انا عارف حكايه الفصل دي. دي في ايدنا ان شاء الله. ولكن طالما هو برضه يا باشمهندس عادل، هو برضه عاوز يشعر بالاستقرار، يعني معلش ما انا هقول لك، وانت عارف الانتداب ده في اي لحظه يتلغي، يعني تمام. سواء الجهه دي او الجهه دي تلغي الانتداب روح مكانك. تمام. فيعني احنا برضه عاوزينه يعني يشعر بالاستقرار. حضرتك هو ذكر ان هو مهندس ممتاز والناس هناك عايزينه، فدي حاجه كويسه ليه، فهم برضه يوفروا درجه ماليه، واحنا وانا اول واحد اقول حاضر. طب يا فندم عاوزين بس بعد اذن حضرتك تتواصل معاه، وتواصل معايا وشوف برضه الموضوع ايه. حاضر. واحنا ان شاء الله الدكتور محمد عبد التواب يحل ان شاء الله. ان شاء الله سهل ان شاء الله. لا 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 سهل جدا، مش صعب. سهل يعني. سهل طبعا جدا. ناس شغاله وخبرته في الاراضي المستصلحه وكان شغال في السعوديه، طب ما نستفيد بيه، هيروح الغربيه يعمل ايه؟ يعني برضو حاجه غريبه، يعني استقرار مطلوب طبعا. حاجه غريبه طبعا. طيب خلينا نتكلم بقى على القضيه اللي تخص الزراعه والري. التعديات، اخبار التعديات ايه عندكم في على القنوات المائيه؟ التعديات عندنا طبعا قانون 12، التعديات عباره عن مباني او اكشاك على البناء على المنافع، او مثلا اي اعمال داخل المنافع بدون ترخيص. القانون الثاني 48 الخاص بحمايه مجرى نهر النيل والمجاري المائيه من التلوث، ده خاص بقى بالالقاء المخلفات، سواء القاء عن طريق مثلا عربيات الكاسح او كده، او عن طريق مواسير وصرف صحي. طبعا المواسير والصرف الصحي دي بيتعمل لها قرار ازاله وقرار وغرامه، الغرامه يعني تغلظت وصلت ل 50,000 جنيه بتاع التلوث، طبعا عشان طبعا نوعيه الميه مطلوبه فعلا، ويعني هل تم تطبيقها؟ بتطبق يعني فعلا في حد غرم ودفع 50,000 جنيه ولا هي؟ يعني هي المهندس مدير الهندسه بيعمل الاختار وبيعمل المحضر وبيبعته للمحكمه، المحكمه هي اللي حكمها بقى في الشق الجنائي. بقى ما ممكن الموضوع يطول بقى وياخد سنه او اثنين، صح ولا لا؟ طبعا طبعا. وبعدين لما الموضوع بيطول الحقيقه يعني العقوبه بتفقد قيمتها، صح ولا لا؟ طبعا هي الازاله طبعا، وبالتالي ما بيبقاش في يعني رادع للمتعدين. الإزالة الفورية طبعا دي يعني احنا بنحاول على طول بننسق مع مركز الشرطة او مع نقطة القرية. بس هل هي تعديات كتيرة على عندنا تعديات؟ عندنا يعني توصل في اي مركز بالذات؟ لا هي المراكز كلها سعادتك عندنا يعني كل المراكز فيها طبعا تعديات، وكمان برضه يبقى مفيش عقوبة. المغاسل بتاعت برضه العربيات والسيارات والله مفيش عقوبة يعني. طيب نستكمل الحديث، لكن اعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل فانتظرونا. ارحب بحضراتكم اعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، واجدد الترحيب بضيفي في هذه الفقره المهندس عادل محمد العتال والمهندس جمال الشيمي. برحب بحضرتك مره ثانيه. نستكمل الحديث بقى عن التعديات. فساعتك شهريا بتعقد عندي في اللجنه الاقليميه صادر قرار بين رئيس مصلحه الري يعني بعضويه جميع مديري عموم الادارات اللي عندي في المحافظه مع الرقابه الجنائيه مع شرطه المصالحات المائيه، بنقعد مع بعضنا كل شهر بنتابع البرنامج اللي هو ما تم من ازاله، اي معوقات للازالات، ايه المعوقات بتاعت الازالات عشان نتلافاها. يعني شهريا معدل
تنفيذ الازالات في المحافظه بيوصل حوالي 400 او 500 قرار ازاله. هل ما زالت ظاهره التعدي مستمره؟ بس هي قلت في الفتره الاخيره الحمد لله. طيب تمام يعني التعدي بقى في الزراعه. التعدي في الزراعه اتاكد تماما زي ما سعادتك نوهت ان في تعديات ولكن احنا وراهم بالمرصاد. ما فيش لمؤاخذه اي قالب طوب احمر او ابيض او اي خرسانات الا ما سرعه الابلاغ للوحده المحليه والشرطه ويتم عمل محضر تضامني واللي بنقدر نوقفه بيقف واللي بيمشي بدون ده عشان الدواعي الامنيه واللي 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 ده هو اللي بيفلت منه. ولكن الازالات على طول فوريه وفي المهد. نسبه التعدي دلوقتي اخبارها ايه؟ الحمد لله هي ابتدت من 2017 تقل شويه ونسبه الازالات من بدايه 2017 الحمد لله ارتفعت. كانت نسبه اول ما انا رحت لحد اخر السنه اللي فاتت ديت 2016 كانت وصلت حوالي 43% ازاله. الحمد لله في الشهرين دولي وصلت الى 46% ازاله. فديت يعني حاجه تبشر كويسه ليه؟ بالتنسيق التام والمباشر مع الاجهزه المعنيه المساعده لمديريه الزراعه. ما هو ما نقول وصلنا بالازالات ل 46% معناها ان في 54% تعديات. كلام حضرتك سليم ديت بتبقى، لكن اذا كنا بنعمل ازاله في المهد المفروض يعني النسبه تبقى التعديات تقل خالص. كلام عليك سليم، دي بتبقى يعني ايه التجهيزات خارجيه بالصبحيه كده نلاقيها اواعد بسم الله. صعب ازالتها. صعب ازالتها. صعب ازالتها. بس ولكن انا اتمنى ان يكون ليا يعني ليا رجاء بالاجهزه السياسيه تعتمد ان لنا شرطه مسطحات زي بالظبط شرطه المسطحات المائيه، شرطه المسطحات اللي هي تصنيف ال ما احنا بننادي بالكلام ده من زمان يا باشمهندس سعد. نفسنا ويكون تحت رئاسه وكيل وزاره بتاع المحافظه، واتاكد تماما هنقل جدا جدا جدا. ويا ريت ان المواطن المعتدي على الارض الزراعيه يتم حبسه. تغليظ العقوبه. يتم حبسه وتغليظ العقوبه ودفع مبلغ يوازي مثلا ثمن الارض اللي شاريها. تاكد تماما هنقدر. لا هو في تعديلات الحقيقه وان شاء الله يا ريت مجلس النواب يسرع فيها. يا ريت تكون قريب. علشان احنا طبعا في مشكله بالنسبه للتعديلات. عقوبات رادعه طبعا. لازم يكون في عقوبات رادعه. ما هو لو ما يا جماعه ما هو لو ما فيش عقوبه. من امن العقوبه. من امن العقوبه اساء الادب. لو ما فيش عقوبه ما فيش حاجه هتتعمل للاسف الشديد، ودي حاجات متعودين احنا على كده، ليه مش عارف يعني؟ فده مهم جدا، مهم جدا يعني. طيب يعني سؤال اخير لانه الوقت يعني اوشك على الانتهاء مع حضراتكم، بالنسبه للحيازه بقى الالكترونيه او تمام. الكارت الذكي الحمد لله المرحله الاولى ابتدت انتهت ونحمد الله العلي العظيم. بالنسبه لمحافظه الغربيه وصلت حوالي 57% من المطلوب. المرحله الثانيه احنا بنشتغل فيها دلوقتي للمساحات البسيطه اللي هي الايراد والاثنين وثلاثه واللي 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 هي تعتبر ان هي انبنت. بناشد جميع المهندسين الزراعيين وطبعا التعليمات دي وصلت ليهم ان يتم عمل الاستماره وتخلص وينكتب قصاد المزارع والمساحه اللي هو واخدها ان هو تعدى على الارض الزراعيه مباني. اما بالنسبه للورثه اللي بيكتب كده في الاستماره؟ دي تعليمات. انه تعدى على الارض الزراعيه مباني ولا بتتعرف المساحه اللي تعدى بيها؟ طبعا طبعا الايراد وخاصه الحيازات اللي هي ايراد واثنين وثلاثه ديت ما هيش موجوده اصلا على الطبيعه ولكن انبنت مثلا من سنوات سابقه. وبالنسبه للورثه الورثه اللي هم يقننوا وضعهم تاكد تماما هيطلع لهم بطاقه ويصرفوا مستلزمات الانتاج وجميع الدعم ليهم. ولكن الورثه اللي هم مش هيكونوا متجاوبين وفيهم مشاكل هنعملها برضه باسم الورثه ومش هيطلع لهم بطاقه حيازه ذكيه ومش لهم اي مستلزمات انتاج من الجمعيه الا ما يقننوا. ما هي دي مشكله الا ما يقننوا. لا دي هتكون وضعه على اساس ان هم الكل يقنن.
كل قلنا نعطيه الاخوات التفلو. طب ما حضرتك نبه من دلوقتي ماني بنبه وبنعمل ندوات والمزارعين عارفين والحمد لله النسبه كبيره جدا جدا ابتدت تستجيب. طيب التوجيه المائي والارشاد الزراعي ما مدى التعاون بينكما في هذا المجال؟ الحمد لله يعني كان في نادوة ارشاد كنا عاملينها من حوالي شهر او شهر ونص شرفنا فيها مدير الارشاد الزراعي المهندس سعيد حضر معانا وكان الروابط برضو كان ممثلين روابط المنتفعي المياه اللي هي بيكونها جهاز او اداره التوجيه المائي في الغربيه. انا معجب جدا على فكره بموضوع الروابط مستخدم المياه يا ريت ننفذها في الزراعه. المشكله وحتى ما هو هيساعدونا برضو طبعًا ما تفكر فيها باشمهندس سعد هيساعدونا حتى بالذات في موضوع العجز في مهندس الارشاد صح ولا لا؟ كلام حضرتك الروابط دي وقيادات يبقى روابط يعني نسميها بقى زي ما نسميها دكتور وياخدوا دورات مصلحه مصلحته هي حضرتك زي ما بتقول لحضرتك كده ولكن انا عندي مسمى تاني ان هو بيقول ان انا وفعلا وفعلا في نشاط انا عضو نقابه الفلاحين تمام ودي منتشره عندي في الغربيه في 2-3 في كل مركز احنا اعضاء نقابه الفلاحين ومتحدثين باسم المزارعين وبنعقد ندوات واتاكد تماما هم تحت رعايتي وبوجههم وبيعقدوا فعلا مؤتمرات مزارعين. يا باشمهندس عادل حضرتك عارف وانا عارف انه النقابات كتيره بتاعت الفلاحين لكن دول معلش لكن حتى الان ما فيش نقابه شرعيه كلام صح ولا لا كلام حضرتك سليم معلش انا ما في البدايه يعني اللي عاوز يشتغل في العمل العام ما يشتغل مش لازم اكون عضو نقابه واكون كذا واكون كذا ما يشتغل مشاركه مجتمعيه هي روابط ايه مشاركه مجتمعيه مشاركه مجتمعيه ما نعمل حاجه زي كده شبيهه بالروابط المائيه دي في الزراعه تمام عاوزين يدخلوا بقى يعني عضو نقابه ماشي بس يبقى تحت مسمى ويبقى عدد كبير وفي كل المراكز كلام حضرتك سليم صح ولا يعني لا انا عندي في زفته هيساعدونا على فكره انا عندي في زفته الحاج حسن ده يعني متعاون جدا جدا وبيدخل مع المزارعين وبيحل مشاكل تمام ده كلام جميل بس يبقى الحاج حسن والحاج علي تمام تمام وسيد كده يعني وان شاء الله نحاول ان احنا نخليهم برضو ايه يوسعوا القاعده بتاعتهم ليه بقى الروابط دي لو هي معروفه ها هيبقى في تواصل مستمر تمام يعني بينهم وبين حضرتك صح ولا لا تمام. اي مشكله بالظبط يعني زي الروابط وهيساعدوك في الارشاد ويساعدوك في الندوات عاوز تعمل ندوه يرتبوا لها تمام حضرتك عامل حاجه برضو كويسه جدا يوم الثلاث الاول من كل شهر جميع اعضاء الجمعيات التعاونيه الزراعيه 327 يجوا لهم اجتماع عام عندي الساعه 10 من كل شهر يوم الثلاث الاولاني وبيعرضوا اي مشاكل برضو ليهم برضو ده مختلف عن الفكره كلام حضرتك سليم صح؟ كلام حضرتك يعني لو حضرتك طبعًا مقتنع طبعًا بيها حاول تنفذها وتبقى الغربيه رائده في تنفيذ هذه ان شاء الله طيب واضح الحمد لله ان ما فيش مشاكل في الغربيه لا في الزراعه ولا في الري بس اقول لكم بصراحه ليه ما فيش مشاكل للتعاون المثمر والفعال بين الزراعه وبين الري الحمد لله التعاون بين وكيل وزاره الزراعه وكيل وزاره الري جعل ان ما فيش اي مشكله بصراحه يعني اللي احنا حتى المشاكل التي عرضت يعني مشاكل بعيدة عننا يعني إذا كان الأسمدة أو بتاع وإحنا عارفين موضوع الأسمدة ومشاكل الأسمدة لكن مشكلة في الزراعة الحمد لله ما فيش مشكلة في الري الحمد لله ما فيش ياريت يعني كل المسؤولين في جميع المحافظات يكونوا على هذا المستوى من التعاون المستمر والمثمر لأنه في النهاية هيكون في صالح الفلاح ومن أجل مصلحة هذا الوطن. في نهاية هذه الفقرة أعزائي المشاهدين لا يسعني أن أتقدم بجزيل الشكر السيد المهندس عادل محمد العتال وكيل وزارة الزراعة بالغربية بشكر حضرتك جدا باشمهندس عادل شكرا لحضرتك وأيضا الشكر الجزيل للسيد المهندس جمال الشيمي وكيل وزارة الري بالغربية بشكر حضرتك جدا باشمهندس جمال أشكرك يا دكتور حميد وأنا اللي شاكر على لا تحت أمرك وده واجبنا فاصل قصير أعزائي المشاهدين وأستقبل ضيفي في الفقرة الثانية من هذه الحلقة سيد المهندس محمد الخطيب مدير عام الإصلاح الزراعي بالغربية والدكتور عادل رياض مدير إدارة الرعاية والعلاج البيطري والمشرف على إدارة كفر الزيات بمديرية الطب البيطري بالغربية بعد هذا الفاصل ثواني